ببادرة طيبة من الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائية طاهر الحداد بالمروج الرابع ولاية بن عروس، وبالتعاون مع إدارة العمل الاجتماعي بالإدارة العامة للحرس الوطني، تم اليوم إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد البطل الملازم عبد الحميد الغزواني يوم 16 فيفري 2014 خلال عملية إرهابية بجهة جندوبة، حيث تم تكريم أرملته وأبنائه الذين يدرسون بالمدرسة المذكورة من طرف الإطار التربوي والإداري العامل بها، وبحضور عدد من الضباط السامون بالإدارة العامة للحرس الوطني. كما تم بالمناسبة تحية العلم بمشاركة سرية الشرف للحرس الوطني. أنا جيت رسمي. واحد، اثنين.